بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى هنكمل باقي لسن 4. في شوية ريماركس، ملاحظات كده. ان كوادراتيك اكويجن اللي هي ال x بار 2 بلس ال px بلس c equal 0. طيب لو if ال a equal 1، يعني ما فيش هيبقى a x بار 2، هيبقى x بار 2. ما فيش هنا a coefficient، هنا ما في، يبقى 1 مثلا. يبقى if ال a equal 1 يبقى ال بلس ال m الصم بتاع ال 2 روتس equal negative b، equal a negative b، لان هتبقى negative b over 1. تمام كده. يعني مثلا لو فرضنا ان ال b هنا 5 وال a ب 1، يبقى negative 5 divided 1 يبقى negative 5. يبقى لو ال coefficient of x بار 2 equal 1 او ال a equal 1، يبقى ال بلس ال m الصم بتاع ال 2 روتس two roots equal negative b، وال ال ام equal c، لان ال ال ام اللي هو ال product of two roots equal c divided a، وال a ب 1 يبقى c divided 1 equal c. دي اول ريمارك. تاني ريمارك، لو ال b equal is 0، ال b equal is 0، يعني ال coefficient ال x equal 0، ما فيش x هنا بقى، يبقى ال l plus ال m sum of two roots equal a equal 0، و ال L equal negative M، ال L equal negative M. تمام كده؟ طيب دي هنوضحها بعد شوية. لو يعني بمعنى آخر، one of fruits is additive inverse to the other، يعني واحد معكوس جمع للآخر. ولو قال لي كده if two roots of quadratic equation is additive inverse to other، على طول حط ال a النيجاتيف، حط ال a ال b بزيرو، حط ال b بزيرو وتطلع الناتج. تمام كده. دي ملحوظة بتيجي في المسألة كتير. طيب if ال a equal c، ال a equal c، يبقى ال l m هنا بكام؟ ب 1، أو بمعنى آخر i.e. ال l equal 1 على m. طيب بمعنى i.e. one of roots multiplicative inverse to other، واحد معكوس ضربي للآخر. يعني لو الواحد لو ال one root equal 5، يبقى التاني 1 over 5. طيب ايه الخلاصة بقى بتاعت الكلام ده كله؟ الخلاصة بتاعت الكلام ده كله ايه؟ ان لما يقول لي additive inverse، لما يقول لي two roots one of other is additive inverse to other، يبقى اقول له ان ال b بزيرو، ال b بايه؟ بزيرو، واجيب الناتج بتاع المسألة. طيب لو قال لي multiplicative inverse، احفظها دي كويس. لو قال لي multiplicative inverse يبقى ال a equal c، ال a equal c. طيب نشوف أمثلة على الكلام ده. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي find value of m which make one of root of equation، واحد من الروتس اللي هو بتاع الايكويشن 3x باور 2 بلس اوبن براكت m ماينس 3x بلس 7 اديتيف انفيرس تو اذر روت. تمام، احنا اتفقنا لو قال لي اديتيف انفيرس بعمل ايه؟ بحط الايه. طالما قال لي اديتيف انفيرس، اقول له يبقى بوت البي ايكوال الزيرو، البي ايكوال الزيرو. البي هنا ايه؟ اللي هي ال m minus 3، يبقى then m minus 3 equal 0 then ال m equal 3 then ال m equal ايه؟ 3. تمام؟ طيب المسألة الثانية بتقول لي find m which make one of roots of equation 2x power 2 plus 7x plus m power 2 plus 1 equal 0 multiplicative inverse to the other. يبقى طالما قال لي multiplicative inverse to other، يبقى بنحط ال c ال a equal ال c، ال a equal ال c. طب ال a هنا كام؟ ال a هنا 2. تمام كده. يبقى انا عندي ال equation اهيت 2 m 2 m x power 2 plus 7x plus m power 2 plus 1 equal is 0. طيب
يبقى هنقول له ان ال A طالما قال لي multiplicative inverse ال A equal C. ال A فين هنا؟ ال A هنا 2m، يبقى 2m equal ال C، كل ده ال m بار 2 بلس ال 1. تمام كده، ونشتغلها بقى عادي، هنعملها equation. يبقى ال m بار 2 ال 2m هندخلها بالنيجاتيف 2 ماينس 2m بلس ال 1 ايكوال 0. تمام، طيب دي ايكويشن عادية، نعمل لها فاكتورايز ام ام وال 1 1 1، ان الاشارتين زي بعض، يبقى ال ام ايكوال ايه؟ ال ام ايكوال ال 1. تمام كده، لان ال 2 روتس ايكوال، يبقى ال ام ايه؟ ايكوال ال 1. تمام كده، طيب نشوف كمان مثال. بيقول لي ايه؟ بيقول لي find the value of m which make one of root of equation x bar 2 plus mx minus 50 equal 0 twice يعني اتنين double، يعني twice the additive inverse to other root. طيب solution، احنا عندنا الايكويجن اهيت اللي هي x بار 2 بلس ام اكس ماينس ال 50 ايكوال الزيرو. الاولاني هنقول له ايه؟ الروت الاول هن ليت فيرست روت ال. طيب الاديتيف، هو قال لي ايه؟ اديتيف توايس اديتيف انفيرس تو ذا اذر روت. الاديتيف انفيرس ايه؟ نيجاتيف ال، بس هو قال لي توايس، يبقى نيجاتيف 2 ال، نيجاتيف 2 ال. تمام كده، واحدة واحدة. وقال لي إن one of root twice of additive inverse، لو فرضنا إن ال L ال first root equal L، يبقى ال second root negative 2L، لأن ال twice additive inverse. تمام كده، طيب هنشتغل بقى عادي. احنا هنجيب بقى ايه؟ المالتبلاي ال ام، ماشي كده، هيساوي ايه؟ ال ام اللي هو نيجات سي ديفايد الايه؟ ديفايد الاي. تمام، طيب يبقى ال ام اللي هو ال تايمز نيجاتيف 2 ال ايكوال السي هنا بكام؟ السي هنا ب 50، يبقى السي هنا بكام؟ ايكوال 50. تمام كده، طيب يبقى ال ماينس نعملها تايم سوري ال تايمز نيجاتيف 2 ال، يبقى نيجاتيف 2 ال باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 50. تمام كده، طيب هنعمل ديفايد ال 2 ديفايد ال 2، يبقى نيجاتيف ال باور 2 ايكوال ال 50. تمام كده، يبقى 25 سوري، يبقى ديت نيجاتيف 50، سوري معلش، دي نيجاتيف 50، يبقى دي نيجاتيف 50، يبقى دي نيجاتيف 25. النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف، يبقى ال L equal positive or negative A 5، ال L equal positive or negative 5. تمام كده، يبقى ال L equal negative or positive. يبقى احنا جبنا دلوقتي الروت الاولاني negative or positive 5. طيب احنا محتاجين بقى نجيب ال A ال M. تمام كده، احنا عندنا يبقى ال L plus ال M equal كام؟ negative A نيجاتيف كوفيشن على ال 1، يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ام ديفايد ال 1، يبقى نيجاتيف ام. طيب ال بلس ال ام اللي هو ال، اللي هم التوروت اللي احنا فرضناهم في الاول خالص، ال بلس نيجاتيف 2 ال ايكوال نيجاتيف ام. طيب يبقى ال ال احنا فرضنا ال بكام؟ او طلع معانا ال بكام؟ ب 5،
يبقى الأول دول كام؟ نيجاتيف ال equal نيجاتيف ام، تمام؟ نيجاتيف ال equal نيجاتيف ام، يبقى النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف، يبقى ال ال equal ال ام. طب ما احنا عندنا ال طلع بكام؟ نيجاتيف or positive 5، يبقى ال m equal positive or negative 5، تمام؟ طيب نعيدها تاني المسألة ديت. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي find the value of m which make one of root of equation x power 2 plus mx minus 50 equal 0 twice the additive inverse to the other root. يعني واحد one of root l، يبقى التاني twice ال additive inverse يبقى negative 2l. طيب يبقى ال lm البرودكت بتاع ال 2 roots اللي هو c over e. طيب يبقى ال l times ال negative 2l equal negative 50، يبقى l times negative l بنيجاتيف l 2l power 2 equal negative 50، تمام كده؟ divide 2 يبقى negative l equal negative 25، النيجاتيف هيطير مع النيجاتيف، يبقى ال l equal positive or negative 5، تمام. طيب انا عندي بقى عايز اجيب الروت الثاني، ال l plus ال m اللي هو النيجاتيف m اللي هو النيجاتيف ال a على ال b، نيجاتيف m على ال 1 ال a بكام؟ ال a ب 1 وال a وال a بنيجاتيف m equal negative m. طيب يبقى نيجاتيف l L plus negative 2L equal negative M، يبقى negative L equal negative M، يبقى النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف، يبقى ال L equal إيه؟ ال L equal ال M، وال L اللي إحنا طلعناها بنيجاتيف أو بوزيتيف 5، يبقى ال M بوزيتيف أور نيجاتيف 5. أوكي كده؟ تمام. طيب بيقول لي هنا مثال برضو، بيقول لي find the value of m which make one of root of equation x power 2 plus 15 equal mx decrease. عارفين decrease يعني ايه؟ طبعا عارفين decrease يعني ايه؟ يقل. decrease يعني ايه؟ يقل، تمام. n twice other two root the other root by 1. يعني عندنا عايز ال value بتاع ال m اللي بتجعل ال one of root واحد من الروت بيقل عن دبل الروت التاني ب 1. يبقى هنقول له ايه الكلام ده بقى؟ لو فرضنا ان الفيرست روت ايكوال ال ال، طب والتاني هيبقى ايه؟ 2l minus ال 1، 2l minus ال 1، يبقى one of root l والروت التاني 2l minus ال 1. طيب هنجيب بقى ايه؟ نشتغل على طبعا نظبط الايكويشن الاول، الايكويشن x باور 2 هندخل ال m x جوه ماينس m x بلس ال 15 ايكوال 0، تمام؟ عملناها ايكويشن اوف 0، 0 ايكويشن يعني. طيب احنا عندنا المعروف عندي هنا ايه؟ المعروف عندي هنا ال l الابسوليوت فاليو، يبقى سهل اشتغل عليها. يبقى هنجيب البرودكت بتاع ايه؟ التو روتس، يبقى ال 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 ام اللي هو بقى بيساوي ايه؟ ال ال تايمز 2 ال ماينس ال 1، دول هنساويهم بمين؟ هنساويهم ب السي على الاي، السي بكام؟ 15 والاي ب 1، يبقى ايكوال 15، ايكوال 15. طيب نفك بقى، يبقى L times 2L يبقى 2L power 2 minus ال L وال 15 هندخلها جوه بتغيير الإشارة، يبقى negative 15 equal 0، تمام كده؟ هنعمل لها equation عادي ونشتغلها دي الكالكوليتر، يبقى 2 equal negative 1 equal negative 15، يبقى الروت الاولاني 1، يبقى x equal 1 او l بقى l equal 1، والروت الثاني negative 5 على 2. يبقى انا عندي دلوقتي 2 روت.
واحد بي 1 والثكند بي ايه نيجاتيف 5 اوفر 2. طيب احنا بقى عايزين نجيب باقي الايه الام، يبقى ال ال هنا ب 3 مش ب 1، ال ال هنا ب 3 طلعت عندها بس انا عملتها غلط، يبقى ال ال بكام؟ ال ال ب 3 و نيجاتيف 5 اوفر 2. طيب هنشتغل بقى هوين ال ايكوال 3، هنجيب الروت التاني اللي هو 2 ال ماينس ايه 1، يبقى 2 ال ماينس ال 1 يبقى 2 تايم 3 ماينس ال 1 ايكوال ال 5 ايكوال ايه ال 5. تمام، يبقى السم روت بقى ال بلس ال ام ايكوال 3 بلس ال ايه بلس ال 5 ايكوال ال 8. طيب when ال ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2، تمام كده، يبقى 2 ال ماينس ال 1 2 تايمز نيجاتيف 5 اوفر 2 ماينس ال 1 يبقى نيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 6، يبقى ال بلس الام ال بلس الام ايكوال كام؟ نيجاتيف 5 اوفر 2 ماينس ال 6 يبقى نيجاتيف 5 اوفر 2 ماينس 6، هنعمل لها الدينومينيتور 2 يبقى دي 12 يبقى نيجاتيف 17 اوفر 2. تمام كده، تاني نشرح المسألة ديت عشان مهمة برضو. find the value of m which make one of root of equation x power 2 plus 15 equal mx decrease till n twice other roots by 1. يبقى هنقول له بقى بنفترض بقى let ال first root equal l second root هيبقى 2l minus ال 1، بس نظبط الايكويشن الاول x باور 2 ال m x هندخلها جوه بالنيجاتيف يبقى x باور 2 ماينس ال m x بلس ال 15 ايكوال 0. تمام، طيب نشتغل بقى على المين ال l m اللي هو البرودكت اوف تو روتس ال l m عشان هو المعلوم عندي، يبقى l تايمز 2l ماينس ال 1 ايكوال c اوفر a، ال c ب 15 وال a ب 1 يبقى ايكوال 15. هنفك بقى L times 2L ب2L power 2 minus L times 1 بنيجاتيف 1 بنيجاتيف L نيجاتيف 15 equal 0. تمام كده، طيب هنعملها على الآلة الحاسبة هتطلع بكامل L ب3 ونيجاتيف 5 over root، دول التو روت. طيب لما بتكون ال L ب3 عندنا 2 solution، ال L ب3 يبقى 2L minus 1 equal 2 times 3 minus 1 equal 5. طب لما تكون ال يبقى ال ال بنيجاتيف 5 اوفر 2 يبقى 2l ماينس ال 1 2 تايمز نيجاتيف 5 اوفر 2 ماينس ال 1 ايكوال نيجاتيف 6، يبقى ال ال بلس الام نيجاتيف 5 اوفر 2 ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2 ماينس 12 اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 17 اوفر a 2. وكده خلصنا الدرس الرابع، دي اهم حاجه ودي الحاجات اللي ممكن تيجي لك في الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.